بسم الله الرحمن الرحيم. السيد بن عمارة محمد مدير الصحة والسكان لولاية سعيدة، نتشرفوا بك الأخ في المديرية، وعطيتنا هذه الفرصة باش من خلالكم نتوجهوا للمواطنين والمواطنات ولاية سعيدة في إطار مكافحة ومجابهة فيروس كوفيد 19 في ولاية سعيدة. كما يعلم الجميع أن الدولة جندت كل الوسائل والإمكانيات والموارد البشرية منذ ظهور هذه الجائحة في المعمورة وخاصة في البداية تاعها في الجزائر، ولم تبخل على جميع المواطنين والمواطنات من أجل توفير كل السبل من أجل مجابهة هذا الفيروس الفتاك الذي فقدنا منذ ظهوره عدة مواطنين ومواطنات رحمهم الله، وخاصة ونحن نتحدث على قطاع الصحة. ما يخفاش على الجميع أن القطاع فقد كذلك بعض المنتسبين رحمهم الله، وبالرجوع إلى الإمكانيات كان السيد رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون خدع العاتق نتاعه توفير اللقاح، والشيء اللي تجسد ميدانيا، وكنا تحصلنا في ولاية سعيدة على أول الجرعات وبدات الحملة تاع التلقيح، وكنت أول المستفيدين من هذا اللقاح في تاريخ 9 فبراير، وأنا كنت جد مسرور بالبداية على العملية وحققنا نتائج جد إيجابية. وإنما الجائحة راه الفيروس هذا راه يتحور وياخذ بعض الصفات بعض التحورات اللي ما تسمحش بتوفير، خاصة المشكل اللي عشناه من العجز في توفير مادة الأكسجين، لأن المريض سابقا في الدلتا كان يطلب منا نوفروا له 10 لترات في الثانية، وإنما المتحول الأخير كان لازم علينا نوفروا له 30 لتر في الثانية. وعشنا واحد المشاكل في ولاية سعيدة، والحمد لله ربي قدمنا ما كانش كاين حالات اللي تبعت على تبعت على الخطر والتهوين. قمنا بالواجب تاعنا، والمستخدمين في قطاع الصحة جد مشكورين على هذه المجهودات المبذولة، ونحن نتابع باستمرار تطور الوضعية على مستوى ولاية سعيدة. وإنما المطلوب من المواطنين والمواطنات من خلالكم التجنيد والإقبال على حملة التلقيح، اللقاحات متوفرة وبالعدد الكافي، احنا النسبة راهي متوسطة باش ما نقولوش باللي راها مقبولة جدا، المراكز تاع التلقيح راها متوفرة على ربوع ولاية سعيدة، لم نبخل على المواطنين والمواطنات من أجل توفير هذه اللقاحات، وجندنا كامل المستخدمين وجميع الوسائل المتنقلة، وعندنا فرق متنقلة تنقلت لأقصى نقطة وأبعد نقطة في ولاية سعيدة. المطلوب من المواطنين إن شاء الله أن هذا الأوميكرون المتحول الأخير راه ينتشر بسرعة فائقة، والمجتمع راه يتبع التطور على مستوى العالم والمعمورة، فإن المستشفيات في الخارج خاصة مصالح الإنعاش راها تشبعت على حساب الطاقة تاعها. حنا المستشفى تاع سعيدة يعتبر مستشفى مرجعي، راه فيه طاقة استيعاب، وإنما نطلبوا إن شاء الله من المواطنين بدل الإنسان ما يوصل للمصلحة تاع الكوفيد أو يوصل لمصلحة الإنعاش، ماذا بينا يدير اللقاح تاعها. هذا هو الحل الوحيد والأوحد اللي راه باقي، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. من فضلكم حنا رانا مجندين، اللقاحات متوفرين، المستخدمين راهم مجندين باش يقدموا لكم هذه الخدمة، واللقاح راه متوفر بالعدد الكافي. نطلبوا من الإخوة والأخوات اللي راهم يسمعوا فينا باش يكون فيها إقبال ويكون فيها تحسيس وتوعية من أجل احترام البروتوكول الصحي، التباعد، وضع الكمامة واللقاح، خاصة اللقاح، لأن اللقاح هذا يعتبر على المستوى العالمي الوسيلة الوحيدة والكافية من أجل تفادي الأعراض الخطيرة وخاصة الموت المحدق. شكرا.